يعد ياسر أبو الفتوح أحد أبرز نجوم كرة السلة المصرية والنادي الأهلي بعدما قضى قرابة عقدين من الزمان داخل صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي. ساهم خلالهم في حصد العديد من الألقاب والكؤوس في الفترة التي يمكن أن نطلق عليها العصر الذهبي لكرة السلة بالقلعة الحمراء. انضم ياسر أبو الفتوح لصفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في عام 1985 وفرض نفسه على تشكيلة منتخب مصر للشباب، وسرعان ما تم تصعيده للفريق الأول لكرة السلة في عام 1989، واستمر داخل صفوف الفريق حتى 2006 ليقرر الاعتزال داخل جدران قلعة البطولات. ساهم ياسر أبو الفتوح خلال مسيرته في تحقيق 9 ألقاب، بواقع 3 ألقاب لبطولة الدوري وأربعة ألقاب لبطولة كأس مصر. وعلى الصعيد القاري ساهم ياسر أبو الفتوح في تحقيق بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، ليسجل أبو الفتوح اسمه بأحرف من نور في سجل عظماء كرة السلة بالنادي الأهلي، ليتخذ القرار الأصعب في عام 2006 بعد 17 سنة من العطاء والإخلاص لمعشوقته كرة السلة داخل جدران ناديه الحبيب، ليواصل ياسر أبو الفتوح رحلة العطاء داخل جدران النادي الأهلي بعدما اتجه للعمل في مجال التدريب من خلال قطاع الناشئين. وكما كان لاعباً بارزاً أضحى مدرباً متميزاً لتفريخ المواهب وتقديمها إلى كرة السلة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، بعدما ساهم في تقديم العناصر الرئيسية للمنتخبات الوطنية وآخرها منتخب الناشئين، والذي توج ببطولة إفريقيا كرة السلة العام الماضي، وهي النسخة التي شهدت حصول نسر الأهلي الصاعد مؤمن طارق خيري على جائزة أفضل لاعب في البطولة. تولى ياسر أبو الفتوح قيادة فريق شباب الأهلي تحت 18 سنة عقب الفترة التي شهدت توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، وقام بإعداد الفريق فنياً وبدنياً قبل انطلاق مواجهات نهائيات بطولة الجمهورية. وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الزمالك في مستهل مشواره بالمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية قبل أن يخسر من الاتحاد السكندري، وهي الخسارة العارضة التي سرعان ما تداركها ياسر أبو الفتوح وفريقه بتحقيق الفوز على الجزيرة ثم سموحة، لتقام مباراة فاصلة لتحديد البطل جمعت الأهلي والزمالك، وهي المباراة التي قدم خلالها فريق الأهلي ملحمة فنية ونجح في تحقيق الفوز الخامس على التوالي على حساب الزمالك، لكن هذه المرة بنتيجة 74-72، ليتوج الفريق بلقب بطولة الجمهورية عن جدارة واستحقاق.